القناة ديالي. معكم إيمان، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في فيديو آخر معايا. هذا النهار هذا البنات غادي نشارك معكم بعض المشتريات من بعض المحلات بحال دي ام، براي مارك، سيناب. مهم، ما غاديش يعني ما فشي بزاف، غير شويه شويه. وقلت علاش لا ما نشاركهمش مع البنات. وبالنسبه للناس اللي اول خطره غادي يكتشفوا القناه ديالي او لا اول خطره غادي يشوفوني، كنتمنى الا عجبتكم القناه وعجبكم المحتوى ديالها ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتشتركوا في القناه، والا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو ليا جيم. ويلا بينا نبداو. اول حاجه البنات غنبدا لكم بها هي الدقام. خديت عندهم هادو. بالنسبه للسيدات البنات دائما كنحاول نشارك مع الناس اللي عندهم اول تجربه. خديت هاد لي بروتو سليب، صراحه انا دائما كنستعملهم، ولكن في الوقيته ديال الحمل كيخرجوا بزاف ديال الافرازات المهبليه، فالبنات ما تخلعوش، راه عادي جدا كيخرجوا دوك الافرازات، يعني ما تقوليش راه كاينه شي حاجه، عادي جدا. غير من الاحسن يكون عندك بروتو سليب باش تبقاي فريش. هادشي غنجي معكم البنات. المنتج الثاني اللي خديته هو هاد الشاي هذا او لا اتاي اللي كيكون في الساشيات. خديته البنات هذا على حسب الامهات اللي كيبغيو يرضعوا، كيكون فيه حبه حلاوه والنافع، يعني الا ما كاينش هذا تقدر تشربي غير حبه حلاوه والنافع، فهي كتكثر الحليب. انا دابا بما انهم يمكن ما غايجي عندي حتى شي واحد على حسب الظروف ديال كورونا وكل شيء، كما عارفين راه كنت شاركتها معكم في انستغرام. بالنسبه للناس اللي عارفينش راه عندي انستغرام، غنخلي لكم الاسم ديالو هنايا. تختي حتى هي ولدات، ف يعني تقريبا حتى واحد ما غادي يجي عندي، وراجلي بطبيعه الحال ما غاديش يعرف يصايب ليا حبه حلاوه والنافع في اتاي، فقلت غادي نجيب هادو من الاحسن، وكيكثروا الحليب بالنسبه للسيدات اللي بغاو يكون عندهم الحليب. خديت هذا الفانيل، هذا كيعجبني بزاف بالضبط، الا كنحس هنايا حلقي كي بحال ناشف دابا مع الكليماتيزور مع التغيير هكا ديال الجو. كيعجبني ناخذو. فيه العسل كما كتشوفوا، فيه غير العسل وبعض الاعشاب. حتى الا فيك الروح فهو زوين. خديت جليس هذا البنات اللي كيسرح، اللي كيساعد باش يسرح الشعر. الصراحه وليت كنستعملو حتى الرميسه، مابقيتش باقي كنستعمل ليها حتى شي حاجه من كاوتفات ولا داك ديال الدراري الصغار، وليت كنستعمل ليها هذا النيشان. بالنسبه لهنايا خديت جل دوش بلاتي حتى نجمعهم. خديت هاد جل نيتوايون ديال نيتروجين البنات، الا كنتو عقلتو هضرت لكم عليه، خطير جدا للبشره العاديه والبشره الجافه، ما كينشفش البشره ديالك نهائيا. البشره الدهنيه ما ننصحكمش به، زوينه البنات بزاف، يعني ما يعني لاباز ديالو هي الماء. انا بصح كيعجبني بزاف في الربيع والصيف نستعمله، بصراحه حتى في البرد ما عنديش فيه مشكل لانه ما كينشفش ليا البشره. خديت ريكسونا، خديت فيها جوج. هذا البنات عجبتني كثر، هذه اللي دايره بحال هكا فيها هاد الاشكال، يعني قال لك قويه ثلاثه الخطرات، عجبتني كثر. هي اللي خديت ستيك هذه ديال مزيل العرق. خديت هادو بالنسبه للبنات اللي كيهمهم الامر، هاد الموس هادو ديال الحلاقه اللي كديري به الحلاقه الوجه ديالك. هو بصراحه كيحيد الشعر وكيحيد حتى البشره اللي كتكون ميته في الوجه. غير فقط نصيحه اللي غنصحك به الا بغيتي تستعمليه، هو زوين البنات، راه ما كيخرجش لك زعما الشعر قوي ولا بحال، لا كيخرج لك الشعر عادي كما كان، بحال كما كان في الاول، لانك اصلا غير كتهرسيه. غير هو ما كنديروهش من التحت للفوق، كنديروه من الفوق للتحت. بالنسبه لجهه المسطاش ما نستعملوش المسطاش، لانه يقدر المسطاش كيكون شويه الزغب ديالو قوي، يقدر يبان لك كحل، فمن الاحسن ما ننصحكمش به في المسطاش. خديت منظف ديال الملابس ديال الاطفال، المهم لي بيبيس ديما هكا في العامين، يمكن عام الاولى هكاك حتى العامين دائما كناخذ منظف ديال الملابس ديال الاطفال. من بعد كنستعمل داكشي اللي كنستعملو حنايا. وثاني لاموس ديال الحلاقه، هذه فيها ديال شتي يقولها، استغفر الله العظيم، هاد الفاكهه كيسميوها الدراغون، مع استغفر الله العظيم، مع الدلع. صراحه هاد الدراغون هذه انا ما كتعجبنيش نهائيا، جربتها ما الله يسمح لهم فيها. المهم بالنسبه كموس للحلاقه زوين، كينشف البشره بالنسبه للنساء اللي عندهم البشره ديالهم جافه. خديت هنايا كما كتشوفوا حتى لا كريم ديال نوتروجينا، دائما كنقول لكم هاد لا كريم هادي ديال نوتروجينا بزاف، هاد لا غام هادي ديال اكوا اولا ديال
ديال استغفر الله العظيم ديال الماء زوينه ما كتكونش ميد ما فهمتوني ما كتكونش ديك ميد ما يعني كترطب ولكن ماشي ميد ما هذاش تفهموني ولا لا المهم هذه هكا كيفاش دايره هنا البنات غادي ندوز معكم بالنسبه لهنايا خديت هذا الماسك هذا خديت فيه ربعه عجبني غير فيه هذا العيبات ديال الشكل ديال الصيف قلت علاش لا ما نجربوش بالنسبه لهذا القماش ديال فيتامين سي من باليا البنات زوين عجبني بزاف 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 قماش كتقشري به البشره كما كتشوفوا فكيجيو فيه ربعه ديال الحبات عجبني بزاف يعني واحد الحب يعني واحد الساشيه تقدري تستعمليها في الاسبوع تستعملي النص وتعاودي تستعملي النص من موراها تقشير في البشره جوج خطرات في الاسبوع الا بغيتي بالنسبه للبشره الدهنيه الى عاديه البشره الجافه البنات واحد الخطره سيمانه اللي كنقشروها لانها كتكون اصلا جافه كما قلت لكم غير حيت انا عندي هاد التيزون هذا دهني راه غادي يبان لكم دابا نيت وداكشي علاش كيعجبني ندير القماش جوج الخطرات في السيمانه بالنسبه لهذا كما قلت لكم ديال فيتامين سي جربته وعجبني وعاود خديته مره راه المره الثانيه هذه اللي غنعاود ناخذه بالنسبه للبنات اللي كيسولوني على السيروم ديال فيتامين سي البنات بزاف شكروه وقال لك زوين فيتامين سي شوفوا البنات فيتامين سي يقدر نقول لكم كينقص شويه ماشي بزاف كينقص شويه من تصبغات ديال البشره ولكن بحال دابا الكلف اللي فيا انا ما غاديش يحيدوا لي ضروري ما خصني المنتج ضد الكلف اما زعما هو فيتامين سي كيعطيك اشراقه للوجه وغزال بزاف هنايا البنات خديت ليلانجيت دابا راه غنبداو بليلانجيت وبامبرز هما اللي كاينين في التقضيه خديت هاد ليلانجيت هادو الصراحه غير هكا في الاول بعد الخطرات في الليل فيك لي نوض يغسل تستعملي دوك التوابات باش كتمسحي هكا تقولي بلاتي ندوز غير بهادو وخديت هادو كما كتشوفوا دايرين بحال بامبرز هادو البنات ديال الناس الكبار الرجال اولا العيالات كي في الوقيته فاش كتولدي صراحه انا ما كيعجبنيش حيت مازال ما عرفتش واش غنولد طبيعي ولا غادي نولد في الفتيح فهادو كيعجبوني كيكونوا بحال الكيلوت كيجيوليك ساهلين باش تلبسيهم اولا تبدليهم طبيعه الحال راه كتجلسي فيهم حتى هما غير ربعه سوايع وكتحيديهم بحالهم بحال اولويز بالنسبه لاخر حاجه خديت هي هاد جيل دوش صراحه جيل دوش ديالهم هما زوينين ما بهم والو غير كينشفوا يعني يعني البشره ديالك كتخرج من الدوش ناشفه رانا اش كيعجبني نديرهم الرميسه في الماء بحال هكا اولا الا كنا غادي ندوشو بهم يوميا خديت غير هادو اللي خرجوا جداد هذا فيه هاد الورده مع الكوكو وهاد العباده فيه حتى هو المانجو يمكن فيه مانجو مع الدلاح وهذيك الفاكهه ديال الدراغون ومن بعد بلاتي غنجمع هاد الروينه ونكمل معاكم هنا البنات غادي نجي معكم الحوايج ديال برايمر خديت الرميسه هاد التيشيرت هذا ديال إلزا كما قلت لكم راه تبلينا حنايا بهاد إلزا هادي هذا داير 8 الاورو وبالنسبه ليا انا خديت هاد القميجه حمقاتني وعجبني الشكل ديالها بزاف حمقاتني قلت ما غاديش نخليها من مورايا وخديتها الصراحه ما لقيتش فيها نوامر كبار بزاف خديت 38 مع كرشي ما عرفش واش غادي تكفيني ولا لا ولكن المهم الشكل ديالها غزال هذه كدير 9 ديال الاورو واخر حاجه اللي خديت في برايمارك هي هاد جوج بيجامات كما كتشوفوا ديال الدراري الصغار شورت وتيشيرت هادو البنات خديتهم ب 10 ديال الاورو فيهم شكلين كما بان لكم تيشيرت في البلوسيال و شورت في البيض والاخر شورت في الكري مع تيشيرت في الغوز بالنسبه للبنات اللي كانوا يسولوني على القميجه اللي كنت لابسه في الفيديو السابق ديال قميجه الغوز البنات فكنت خديتها من زارا راه يمكن عامين دابا ولا عام ما عقلتش بالضبط شحال المهم كنت خديتها من زارا والقميجه الا كنتو كتسولوا على القميجه الزرقاء اللي كانوا يديها هكا اللي مخطط بالزرق هذيك خديتها في برايمار ما عقلتش يمكن في شهر 4 هكا ولا في شهر 3 يمكن ما عقلتش بالضبط المهم ندوز معكم دزت لك غاوت فات خديت غير هادو ديال حشاكم ديال الطواليت دايرين فيهم دايرينهم زعما 4 ب 4 ديال الاورو اسمحوا لي البنات الفيديو كنت صورته ولكن فاش كنت كندير المونتاج لقيت راسي كنقول ا او ا اي ا ا
انا نمسحو، قلت غادي نعاود ندير لكم المشتريات. بالضبط هادو في كراوت فات لقيتهم دايره ليهم يورو. هذه ديال فا البنات الريحه ديالها بحال ديال لا في ايبل، غزاله ريحتهم. بالنسبه للبنات اللي بغاو ياخذوا جيل دوش خذوا هذا ديال فا، غزاله بزاف. راه كما كتشوفوا خديت ليا وخديت حتى لماما، وخديت هاد ديودورون. هادي هو ديودورون ديالهم. صراحه انا بحال هاد ديودورون هادو اللي ما كي ديال فا اللي كيكون فيهم الريحه ما كيعجبونيش. كيعجبوني زعما تكون الريحه ديالهم طبيعيه، ولكن هذه خديتها غير بحال هكا رشها فوق حوايجي. جربتها فوق من البيجامه ديالي بقات فيها الريحه باقي شاده. هذا الشيء اللي خديت في كراوت فات، قلت غير نشاركهم معكم لان هذا الصراحه الريحه ديالو غزاله. هنا البنات نجي معكم لهانيم. بالنسبه لهانيم خديت هذا الصاك هذا كما كتشوفوا داير بحال هكا صغيور، غير ديال الصخره ديال كل نهار بحال هكا الا بغيتي تمشيو سوبر مارشي ولا شي بلاصه غير هنايا. ما عنديش الصراحه بحال هكا الصاك ديال الصخره، فقلت ناخذ هذا. بالنسبه للثمن ديالو راه كان داير 20 ونوصلوه خلاو غير 13 الاورو، يعني مازال ما كاينش شي سولد 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 نيت نيت في 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 هانيم فولا في اشين. خديت الروميسه هاد السويتشيرت هذا، مع حنا ولينا كيعجبنا هاد السيد هاد دابا هاد السيد وفروزن والوال هادو هما دابا اللي ولاو محور الحياه ديالنا. هذا البنات كان كيدير 10 ولقيته غير بخمسة ديال الاورو. وخديت ليها اخر حاجه اللي لقيت هي كما شفتوا التيشيرت اللي كنت شاركت معكم من المشتريات ديال سميتها ديال برايمارك. لقيت هذا الكولون هذا في هانيم زوين، يمكن ما خفت نكذب خديته ب 4 الاورو لان ما فيهش ستيكرز، خديته يمكن غير ب 4 ديال الاورو كما كتشوفوا ديال هاد لالا خيتي. حتى هنا البنات غادي نجي نشارك معكم مشتريات ديال ايكيا. بالنسبه لهادو البنات راه كنت شاركتهم معكم قبل، منظمات ديال الملابس الداخليه التقاشر. هادو الصراحه يعني في ايكيا زوينين مخيرين. راه الباكيه تقريبا فيها 6 ديال الحبات، جوج هكا صغار وجوج مستطيلين وجوج مربعين، تقريبا كيديروا 5 ولا 6 الاورو ما عرفتش بالضبط بشحال، ولكن صراحه زوينين. كاينين في البيض وكاينين في الكحل. هادو صراحه شريتهم على حساب غرفه النوم ديال البيبي باش نستف فيها الحوايج. وخديت هاد الخنشات هادو، راه كنت شاركتهم معكم شحال هادي بالنسبه للسيدات اللي كيبغيو بلاتي نحلها. كندير فيهم الكوفرلي، كندير فيهم المخاد، كندير فيهم بزاف ديال الحوايج للتخزين. الصراحه غزالين وكيحافظوا لك على الحاجه، والثمن ديالهم يمكن غير جوج الاورو الوحده. واخر حاجه اللي خديت من عند ايكيا خديت هي هاد الصايه هادي كما كتبان لكم هنا، هي الصايه ديال الصايه ديال الناموسيه ديال الدراري الصغار. خديتها في الابيض، والله ما عقلت الثمن ديالها، يمكن 8 الاورو. ندوز ليكم التيكا ماكس. بالنسبه للتيكا ماكس البنات خديت عندهم هذه ديال هاد اللقات ولا شتي يقول لي. ديما الصراحه كناخذو كناخذهم غير في اكسيون، ولكن كل خطره كيتهرسوا كل خطره كيتهرسوا. هادو ما تيكونوش هادي بالضبط، ما كتكونش فيهم مزيانه، فقلت هاد الخطره ناخذ شي حاجه زوينه. مشيت الصراحه لقيتها عندهم 4 الاورو، حتى هي ثمن رخيص ماشي غالي، ولكن المهم كتقولي راه صحيحه ماشي بحال ديال اكسيون. وخديت هادي هاد السله هادي المنظمه هنا كتعجبني بزاف، كندير فيهم بامبرس وندير فيهم كلشي، وكنبقى نهزها معايا بالضبط الا كنت في التحت. يعني بلاش ما بقى نطلع الفوق والتحت، كنحطها في التحت. بالنسبه لهاد البنات فكانت كدير فقط 10 ديال الاورو من تيكاما. اخر حاجه خديت هي هاد الباسكيت هادي اولا سله غندير فيها ان شاء الله الحوايج ديال الصابون. بالنسبه لهاد البنات فانا خديتها ب 15 الاورو. وهنايا البنات غادي نكونوا هادو هما المشتريات ديالي. شكرا لكم بزاف على المشاهده، وما تنساوش الى عجبكم الفيديو تخليو ليا جيم، وبسلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله. بسلام عليكم.